سي حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك نور الدين؟ كي داير بخير؟ هاني لاباس عليك. الله يحفظك. جاي تبرد عندنا اليوم. هادشي اللي بالي كيبان الصيف عندك الخدمة. عندنا شي حاجه ثاني مبرد اخويا نور الدين، خلعتنا ديك الشمشه ديال داك اليومين وجبنا عاوتاني شي حاجه كليماتيزي عاوتاني من تحت. بالنسبه للعيالات اللي كيسولوا على تويبات خاليين من البوليستر، خاليين من البوليستر، شي حاجه كوتون 100%، كاين واحد لولان، شي حاجه برانيه، شي حاجه تيكستور ديالها برانيه. لولان اخويا نور الدين اخر ما كاين في لولان، كنقول لولان يعني شي حاجه خاليه من البوليستر، ماشي مخلط، ولولان 100% كوتون. هذا خويا نور الدين الثمن ديالو غنديروا ليه الثمن ديال الريفاج الاولى، نسخروا ثاني للكليان. تسخر تسخر انت وقت تسخر. جوج نسخ خويا نور الدين نديروا لها 150 درهم. مرحبا ودي السي حسن. اخر والله واخر للكليان اخويا نور الدين يلبسوا والله. غنخليهم في هضره مدار ماشي مشكله ودي السي حسن. ان شاء الله واللي بغات توجد شي جليبه ان شاء الله ولا شي حاجه للحج ان شاء الله. ان شاء الله. هذا راه تويب هائل وراقي بزاف واللوينات ديالو واعرين. هذا كوتون خيط شي حاجه زوينه بزاف وبارده ومطلوقه. ملي كنقول بارده ومطلوقه يعني في التفتوب ديالها كيجي ليجي، يعني يدار جلابه بوحده، يدار قميص جلابه، يدار كيمونو، كيمونو جميع الاستعمالات. هي اللي كتقلب كما كنقول على شي حاجه اوريجينال، شي حاجه بارده 100% كوتون، يعني شي حاجه بارده الصيف ما مخلطاش. عندنا فيها خويا نور الدين شي 9 الوان، كاين هذا اللون هذا 9 الوان وكاين الميتراج السي حسن. هذا الميتراج راه وافي، اللي بغى 3 متر وداك الشيء راه عندنا الميتراج وافي كما كنقولوا الميتراج ديسبونيبل، يعني كاين متوفر موجود. وتا الثمن ديال الجمله راه كاين الثمن ديال الجمله. هادو راه فيه المهم هادو فيهم جوجونس. هذا جوجونس اخويا نور الدين كما قلنا ب 150 درهم. سير الله يسخر ويسخر. كاين هذا اللوين هذا، كاين هذا اللوين هذا ثاني، هذا الفيغ هذا بحال هكا. التكستور ديالو زوينه، كيجي جليليبا، كيجي قميص، كيجي قفطان، كيمونو، كما بغات تخدمو المرا كتخدمو. عندنا فيه هذا البلونكاس يا سلام شو هذا كيداير. وللاشاره هذا راه كيمشي حتى رجالي. هذا رجال كيدير فيه قنيدرات، كيدير فيه مبغى اللي بغى يدير فيها شي جابادور، قندريسي، كلش جميع الاستعمالات. هذا بلونكاسي ديالو، وهذا النوار ديالو، هذا لولان، لولان فري لولان، هذا لولان والنوار ديالو ناقص. هذا لولان في بلايص وحدين اخويا اخويا نور الدين، هذا الشيء راه ب 400 450 درهم. هذا الشيء اللي كاين حيت دابا اصلا الجلابه ما كايناش قليله ضروري غادي يدير. ما كاينش شي حاجه اللي 100% كما كنقولوا كوتون، كاين التخليط راك عارف، بوليستير هو اللي خدام. كاين ثاني هذا الغوز هذا، حتى اللوينات ديالو اللهم بارك، اللوينات زوينين. وساولي الاشاره ثاني، الصباغه ديالو ما كتطلقش، هذا انا ما مسبوقش، هذا الصباغه ديالو ما كتطلقش. هذا ثاني واحد الغوز ديالو عندي فيه واحد بلوتجين بحال هكا، كيجي واحد لاكولوغ ثاني بحال هكا، حتى هي لاكولوغ ديالو زوينه. ولولان كما قلت لك ها هي الخامه ديالها، بالنسبه للكليانه الثانية ها هي الخامه ديالها، الخامه ديالها راه نازله، راه طايحه، راه ماشي داك الشيء اللي واقف. والتويب ديالها راه مخير، واللي ما بغاش تلبس. والثمن راه 150 درهم. ها لو بلون، شو البلون جا في هاد التكستير بحال هكا، جا بحال خواصي، هذا البيض ديالها بحال جا بخواصي. وعاد هذا ثاني ملي كيطفور اخويا نور الدين كتجي فيه واحد لاطومبي زوينه، كتجي فيه واحد لاطومبي زوينه. وفيه ثاني هاد الباج هذا ثاني، واللوان ديالو راه محدودين، اللوينات فيه راه شي 9 الوان. فيه 9 الوان اللي جاوبوا حاليا، 9 الوان اللي فيه. وحتى الفاس ديالو راه كاين هذا الفاس هذا، كيدير على هذا الفاس وبيان على هذا الفاس هذا، عند هذا الفاس هذا كيعطي شويه بريو، هذا كيعطي مات بالنسبه حتى للفاس ديالها. وعندنا ثاني في هذا المرتديله هذا فيو غوز هذا، هذا الكاشيري هذا ثاني. المهم هذا لولان جديد هذا، هذا لولان جديد اخر ما غنى في لولان بالنسبه لرمضان ديال هذا العام، بالنسبه للصيف ان شاء الله هذا هو. واش حاجه بارده؟ وحاجه بارده وحاجه زوينه ومتوله، واللوينات ديالها اللوينات راه راقيين مزيانين وداك الشيء، والعبار راه متوفر و150 درهم لجوج متروس. ومرحبا بكم، مرحبا بكم، وكما العاده ديما الجديد ان شاء الله. ان شاء الله وصباحكم مبروك. يا الله يعاونك ابو حسن.